ارجع لسؤال سوهاج. مكتوب سؤال سوهاج: في شاب محترم جدا متجوز ومخلف بنوته، اتجوز تاني، ايه اللي حصل في الدنيا دي؟ وياخد تالت ورابع، مش ده الاسلام؟ وبعدين نفتح فايلات تانية، احنا بقى مالناش دعوه دلوقتي. انما هو دلوقتي الراجل مسلم، اتجوز وخلف بنت، حب يتجوز تاني فاتجوز تاني، ام البنوته عرفت انه اتجوز تاني، خدت البنوته وقالت له ادقني اذا شفتها. ده في شرع مين؟ ده عنف. حتى لو انت مش عايزاه، اي واحد يتجوز من حق مراته اللي هو اتجوز عليها انها تعيش وتبقى في منتهى السعاده، لان مفيش حد كلو، اصله مش حته بسكوته. الجواز ده في الاول وفي الاخر انتماء. انت عايزه تنتمي لوحدك لانك انت شريكي مش شعبي فريكي. خلاص يا فريكي يا شريكي قولي له باي باي، ولا يجرى حاجه في الدنيا. الدنيا جميله جدا، الدنيا جميله جدا. انت مش طايقه يا اختي، سيبيه وامشي. لما تسيبيه وتمشي قولي روح البابا يا حبيبتي، اسقيك عصير وتنامي معاه الليله دي والليله الجايه، ولما تشبعي تعالي لي. تحرميش الواد انه يشوف بنته. الحكم الشرعي ايه؟ انه اتجوز. انت المفروض بقى لو انت مسلمه وعارفه، يعني اول ما يتجوز نساله سؤال: انت خدت بنوته اللي هي زوجه سكند يعني، ولا خدت واحده هانم ست؟ اذا خد بنوته يقعد معاها سبع ايام، ما يجيكيش حقك ساقط شرعا في دول. اذا كان واحده متجوزه بفور قبله تلات ايام، وفي الرابع يقسم ما بينكم. انت كده مبسوطه ومتربيه على كده من نعومه اسفارك، مش مشلشلات ومسلسلات وجنازته ولا جوازته. ربنا يفتح عليكي. لا والله مش طايقه بقى خلاص. وهتدخلي في الشعر بقى وتحودي على الاشارجي بيشور، وتقري قصيده شعر جميله من اللي يكتبها الاشارجي اللي واقف يا ولدي لوحده في نص الليل بيشور. وانا كنت دنياه وكنت ابجد هوس، حطي كلام وانسيبيه وامشي، وبلاش رغي وجع قلبه وتوجعي قلبك على ايه. يلا يروح ويتجوز تاني على الجديده، والجديده برضه تسيبه ويفضل يعمل كده الى ما شاء الله، ما دام بيدخل بكلمه ربنا وبيخرج بكلمه ربنا وبيدي كل واحده حقها. ونقلب الصفحه وتبقى الدنيا جميله حال منصوبه بالفتحه الزهراء.